الاهلي والزمالك قلت لكم صاعده في بطوله الطائره. اخر الاخبار النهارده كان نصف نهائي كاس مصر لكره السله. الاهلي بعد ما كان تقريبا شبه ودع البطوله ولكنه في الثواني الاخيره من اللقاء عمرو الجندي بينقذ النادي الاهلي بثلاثيه وينجح بالفوز على الجزيره 67-66 معلنا فوز الفريق. ودي الثانيه الاخيره ومحاولة الجزيرة ولكنها كان الوقت كالسيف لم يسعف فريق نادي الجزيرة. تنتهي المباراة بفوز النادي الأهلي بدراما غريبة جدا. أما الاتحاد السكندري فنجح في الفوز على نادي الزمالك 76-68 والفرقتين سيلتقيا في نهائي الكأس إن شاء الله. نتمناها مباراة طيبة. الأهلي كان فاز على طلائع الجيش والجزيرة كان فاز على المصرية للصلاة. واعتقد المباريات الاهلي والاتحاد دائما وابدا بتحفل بالنديه. الاهلي كمان هيلعب مع الزمالك في نصف نهائي الدوري العام.